كاميرا برنامج ملوك الصالات كانت في مباراه اليد امبارح مع طبعا سموحه واللي انتهت بالتعادل. خلينا نشوف اللقاءات ونرجع نكمل اخبار. هي دي كرة اليد، كرة اليد دايما رايح جاي رايح جاي، توفيق او لا توفيق، لعيبة بتسمع الكلام بتخلص، بس انت لما تاخد بالك ان احنا في اخر ربع ساعة احنا لعبنا عدد كبير جدا من الدقيقتينات ناقصين، لعبنا اربع لعيبة، لعبنا خمس لعيبة، كان كل التايم اللي في اخر 10 دقايق كلنا بنلعب اربع لعيبة. انا مش هقول يعني سوري، مش بجيب لوم على حكام لان ده وضع طبيعي، يعني ما فيش في مشكلة في الهاندبول، بس زي ما كان بيحسب عليا كان يحسب عليه هو كمان. ما اعرفش الاتجاه، مش هقول ان الاتجاه كان واحد، ولكنه برضه مش هجيب اللوم، كان اللوم كله على لعبتنا وقدر الله ما شاء فعل. التعادل كويس مش وحش. احنا كنا طول الماتش كنا ماشيين كويس جدا، بس هو حصل دروب بسيط كده في الشوط الثاني في اخر 6 دقائق، بس احنا كده لسه في بدايه المشوار يعني، وان شاء الله اللي جاي هنكسب يعني ان شاء الله. كابتن بقى بيتكلم معاكم ازاي بعد الماتشات اللي زي ديت؟ بيتكلم معاكم بيقول لكم ان خلاص ماتش وعدى، سواء كسبنا او خسرنا المهم ان احنا نركز في الماتش اللي بعده يعني، وان الفرقه البطل بتفضل مكمله، ما ينفعش نكسب ماتش ونخسر ماتش، يعني ما ينفعش، لازم نكمل بنفس الاداء. كان ماتش في ايدينا، كان يعني بس الحمد لله يعني نصيب. ان شاء الله الماتشات الجايه لازم نركز اكتر من كده، ولازم نخلص الماتش بدري عن كده يعني. الشوط الاول كنا متعادلين، الشوط الثاني حصل كم دروب كده، بس الحمد لله يعني ان شاء الله نركز في الجاي. ايه بقى كابتن بتساعدوا ازاي عندكم من الماتش الجاي؟ عندنا بكره ان شاء الله نادي الطيران في الطيران، ماتش مهم طبعا، كل ماتش في الدور ده مهم لان دور الثمانيه احنا ان شاء الله طمعانين نطلع اول بكتير قوي تاني يعني، عشان نطلع في الاربعه الكبار نأدي يعني ونلعب على الدوري ان شاء الله. الحمد لله كده كده احنا كنا كسبانين الشوط الاولاني فرق 5 او فرق 4 تقريبا، بس حصل كام ظرف في الماتش كده، احنا برضو الحاجات دي بتعلمنا للي جاي ان شاء الله.